بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. فرنسيتك من خلال الصحف والمواقع. في هذه الفقرة سنرى مقالا من جريدة لوموند الفرنسية لهذا اليوم. إذا كما نرى في عنوان المقال أو بنغلاديش لي روهينغا مناسي دون كوبور دي تيليكومونيكاسيون. في بنغلاديش لي روهينغا يعني أن الروهينغا مهددون. تنتكلم هنا على لو فيرب مناسي. مناسي يعني أنك تهدد. إذا هنا نتكلم عن لي روهينغا بأنهم مناسي، بأنهم مهددون. مهددون بماذا؟ دون كوبور دي تيليكومونيكاسيون، يعني أنهم مهددون بقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما نرى دوزون أبخي سا فويت، يعني عامين بعد هروبها. لا فويت يعني الهروب، تجي من فعل فويغ يعني هرب. إذن دوزون أبخي سا فويت، إذن عامين بعد هروبها دو بيرماني، يعني من بورما لا كوميونيتي مسلمان المجتمع المسلم. طبعا المجتمع المسلم هي كلمة مذكرة، لكن في اللغة الفرنسية نقول لا كوميونيتي مسلمان. نتكلم على لا كوميونيتي ككلمة مؤنثة. إذا لا كوميونيتي مسلمان ريفوجيي، إذا اللاجئ، لذلك أضفنا هنا أ لأننا نتكلم عن كلمة موصوفة لي لا كوميونيتي مسلمان، إذا فهي كلمة مؤنثة، لذلك قلنا هنا ريفوجيي وأضفنا أ. إيه خاصه بالتأنيث. إذا نتكلم عن ريفوجي يعني لاجئة. إذا نتكلم على كوميونيتي بأنها لاجئة. إذا لا كوميونيتي مسلمان ريفوجي، إذا نتكلم عن المجتمع المسلم اللاجئ بمعنى آخر. على فرونتيير يعني أنه لاجئ في الحدود. سيبي، إذا عندنا لو فيرب سيبير يعني فعل تلقى أو تحمل. إذا هذا المجتمع المسلم اللاجئ في الحدود، طبعا على حدود بنغلاديش، يتلقى أو يتحمل. يتحمل ماذا؟ لوستيليتي، يتحمل عداوة وبغضاء دي بوبل، عداوة وبغضاء الشعب. اي دي زوتوريتي، اي دي زوتوريتي، وسلطة بنغلاديش البنغالية. إذا نتكلم هنا عن عداوة الشعب والسلطة البنغالية. إذن هاد المجتمع المسلم اللاجئ على الحدود على هذا البلد يتحمل عداوة وبغضاء السلطة والشعب البنغالي. على الخريطة مثلا كما نرى عندنا بنغلاديش، وعلى شرقها تقريبا يوجد هاد المخيم. إذن هاد المخيم يتواجد بين بنغلاديش وبين المناطق التي فر منها الروهينغا. إذن على الصورة كما نلاحظ ريفوجي روينغا راسومبلي بور لو دوزيام انيفيرسير دو لور فويت دو بيرماني. إذن نتكلم عن اللاجئين الروينغا راسومبلي يعني أنهم مجتمعون بور لو دوزيام انيفيرسير للذكرى الثانية دو لور فويت من هروبهم دو بيرماني من بورما أو كون. طبعا لو كون بهذه الكتابة المقصود بالمعسكر أو المخيم. إذن هم يحيون هذه الذكرى أو كون، يعني في هاد المعسكر أو في هاد المخيم دو كوتوبالون. إذن هاد المنطقة تسمى كوتوبالون بنغلاديش بطبيعة الحال. إذن يحيون هاد الذكرى لو 25 أوت 2019، إذن يحيون هاد الذكرى في هذا التاريخ. إذن نستأنف مع المقال سو ديمونش وي سبتمبر، إذا نتكلم عن أحد البارحة. سو ديمونش هذا الأحد، وي سبتمبر يعني 8 شتنبر. أبخي ميدي بعد منتصف النهار. ديزوفيسيال، ديزوفيسيال مقصود مسؤولون رسميون. طبعا كلمة أوفيسيال تتعني رسمي، قد نصف شيئا ونقول عنه بأنه رسمي، خطاب رسمي مثلا. إذا نتكلم عن هذا الخطاب نقول عنه بأنه أوفيسيال. أن ديسكور مثلا أوفيسيال، إذا نتكلم عن خطاب رسمي يعني أنه صادر من جهات رسمية، من جهات مؤسساتية. إذا نتكلم هنا عن ديزوفيسيال المقصود نتكلم عن أشخاص رسميون من الدولة. أون فيلو تور، أون فيلو تور يعني أنهم فعلوا دورة، كما لو نقول فعلوا دورة، المقصود بأنهم قاموا بجولة، المقصود أنهم قاموا بجولة. دي بوتيك دون لي كومين لي بلو بروش دي كون دو روهينغا. أون فيلو تور دي بوتيك يعني أنهم قاموا بجولة، كما لو نقول هنا للمحلات التجارية، ولكن المقصود أنهم قاموا بهاد
الجولة في المحلات التجارية dans les communes، يعني في الجماعات les plus proches، الأكثر قربا des camps de Rohingya، يعني القريبة جدا من مخيم الروهينجا. إذن لماذا قام هؤلاء المسؤولون بجولة في هذه المحلات التجارية القريبة من هذا المخيم؟ لماذا زاروا هذه المحلات؟ dans l'est du Bangladesh، يعني في شرق، كما نلاحظ عندنا OST كما نعرف نقول إلي نقول هو، فأتخ هاد OST تقرأ أي، ولكن هنا هذه كلمة أخرى رغم أنها تحتوي نفس الحروف، المقصود بها الشرق وعكسها هو الويست يعني الغرب. إذن دون ليست يعني في الشرق، وكما نرى بأن قراءتها تختلف عن أي التي نعرف الخاصة بأتخ. إذن دون ليست يعني في الشرق دي بنغلاديش، طبعا أنهم قاموا بهذه الجولة في شرق بنغلاديش حيث يتواجد هذا المخيم. avec un message clair، يعني باختصار كانت عندهم رسالة واضحة. ما هي هذه الرسالة الواضحة؟ interdiction formel، interdiction formel يعني نتكلم عن منع رسمي de vendre des cartes SIM، يعني بعدم بيع بطاقة SIM المتعلقة بالهاتف الجوال. دي روشارج وعدم بيع، دي روشارج وعدم بيع التعبئات دو كريدي دابيل. إذا نتكلم عن تعبئات رصيد الاتصال، إذا نتكلم عن تعبئات رصيد الاتصال، المقصود هنا ببساطة بأنهم أعطوا واحد الرسالة رسمية لهذ المحلات التجارية بعدم بيع طبعا بطاقة سيم، يعني البطاقة ديال النمرة ديال التليفون ديال الجوال، ثم عدم بيع بطاقات التعبئة يعني البطاقات ديال لا غوشارج اللي تنعرفو اللي تنشارجو بها المكالمات. إذن ولكن لمن عدم بيع هاد الأمور؟ طبعا إذن كما نلاحظ أو غيفوجي يعني عدم بيعها للاجئين، أو دي غوشارج دو كخيدي دابيل أو غيفوجي، إذن عدم بيع هاد البطاقات للاجئين سوبان. إذن كما لو نقول هنا تحت تهديد دو سانكسيون، تحت تهديد عقوبات. إذن سوبان دو سانكسيون بينال، تحت تهديد عقوبات جنائية. دوزون أبخي كو 743000، إذن دوزون أبخي سنتين بعد كو بعد أن 743000 مومبر دو سيت مينوريتي مسلمان، كما لو نقول هنا سنتين بعد أن، بعد أن هربت هذه الأقلية المسلمة المتكونة من 743000 عضو. طبعا في اللغة الفرنسية أنها تقال بشكل آخر دوزون أبخي كو 743000 مومبر دو سيت مينوريتي مسلمان فويون اون أوبيراسيون دو نيتوياج إثنيك دو لارمي بيرمان دون أمبلور سون بريسيدون. إذن هنا نتكلم عن سنتان بعد أن فر 743000 عضو دو سيت مينوريتي من هذه الأقلية مسلمان، دو سيت مينوريتي مسلمان من هذه الأقلية المسلمة فويون. قبل قليل رأينا في الصورة دي غيفوجي روهينغا غاسومبلي بور لو دوزيام انيفيرسير دو لور فويت دو بيرماني. إذن تكلمنا عن دو لور فويت، تكلمنا عن هروبهم، هنا نتكلم عن فويون، إذن هاربين، نتكلم عن لو فيرب فويغ يعني هرب. إذن كما قلنا هنا دوزون أبخي كو 743000 مومبر دو سيت مينوريتي مسلمان فويون، إذا نتكلم عن هاد العدد من هاد الأقلية المسلمة فويون، يعني أنه هاربا. هاربا ماذا؟ إن أوبيراسيون دو نيتوياج إثنيك، هاربا من عملية. هنا عندنا هاربا عملية، المقصود أنه هارب من عملية دو نيتوياج، طبعا نيتوياج هو التنظيف. طبعا نتكلم عن لو نيتوياج مثلا دو لا كلاس، تنظيف القسم، اذا نتكلم عن لو فيرب نيتوي، ولكن هنا عنده معنى اخر، نتكلم عن لو نيتوياج اثنيك، اذا نتكلم عن التنظيف العرقي، المقصود الاباده العرقيه. اذا عندما نتكلم عن تنظيف عرقي لهؤلاء الاشخاص المقصود الاراده للقضاء عليهم نهائيا، اذا هذا هو المقصود بهذا لو نيتوياج اثنيك.
المقصود أنهم يريدون إخفاء هذا العرق بالمرة بهذه المنطقة. إذا نتكلم عن لو نيتواياج إثنيك. إذا دوزون أبخي ك 743 000 ممبر دو سيت مينوريتي مسلمان فويون اون أوبيراسيون دو نيتواياج إثنيك دو لارمي بيرماني. إذا نتكلم عن تنظيف عرقي للجيش البورمي. إذا الجيش البورمي هو الذي كان يقوم بهذا التنظيف، هو الذي كان يقوم بهذه الإبادة العرقية. دون أمبلور، نتكلم عن لامبلور يعني اتساع. إذا نتكلم عن إبادة عرقية ذات اتساع. إذا كانت تقاد بشكل واسع. المقصود هنا بأن هذه الإبادة من طرف هذا الجيش أنها كانت تقاد بشكل واسع sans précédent. يعني بدون سابق. لو بريسيدون يعني السابق. المقصود ليس لها مثيل في السابق. هذا هو المقصود. سون بريسيدون يعني بدون سابق. يعني أنه لم يكن هناك إبادة متسعة بهذا الشكل فيما سبق. المقصود أنها ليس لها مثيل. يعني أنها تمت بشكل واسع لم يسبق لها مثيل. إذن دوزون Après que 743 000 membres de cette minorité musulmane fuyant une opération de nettoyage ethnique de l'armée birmanie d'une ampleur sans précédent. إذن هؤلاء الأشخاص الذين هربوا من هذا التنظيف العرقي أو الإبادة العرقية التي ليس لها مثيل ont traversé la frontière. Ont traversé la frontière يعني أنهم اجتازوا الحدود. ولكن الذي عندنا هنا La frontière كلمة مفردة ومؤنثة كما لو نقول الحد أو الحدادة ولكن المقصود بها الحدود On traverse la frontière المقصود أنهم اجتازوا الحدود إذن هؤلاء الأشخاص المقدرون ب 743 000 هنا بطبيعة الحال لا نتكلم عن العدد الإجمالي لهؤلاء الروهينجا فهم أكثر بطبيعة الحال هنا نتكلم عن الموجة الأولى التي مرت عليها سنتان والتي تقدر ب 743 000 من أعضاء هذه الأقلية المسلمة والتي هاجرت في أول موجة إذن هذه 743 000 والتي تعرضت للإبادة الإثنية من طرف الجيش البورمي أون ترافيرس يعني أنهم اجتازوا الحدود أون ترافيرس لا فرونتيير يعني أنهم اجتازوا الحدود لو بنغلاديش إذن بنغلاديش pays parmi les plus densément peuplés et les plus pauvres a perdu patience. إذا نتكلم عن بنغلاديش إذا هؤلاء الأشخاص استقروا على حدود بنغلاديش لو بنغلاديش التي استقروا في حدودها pays إذا نتكلم عن بلد parmi يعني أنه من بين les plus densément peuplés يعني أنه من بين الدول الأكثر كثافة عندنا هنا plus densément. Densément, طبعا حنا نتكلم على densité الكثافة. La densité الكثافة. عندنا هنا densément. عندنا هنا densément. كما نقول بشكل كثيف. Peuplé. يعني أنها مسكونة بشكل كثيف. كما نقول. Plus densément peuplé. يعني الأكثر مسكونة بشكل كثيف. إذا المقصود هنا نتكلم عن بنغلاديش. واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية. إذا هذا هو المقصود بالعبارة بمعنى آخر. بي parmi les plus densément peuplés. إذا نتكلم عن بلد من أكثر الدول كثافة سكانية. A perdu patience. يعني أنها فقدت الصبر. إذا نتكلم عن بلد أكثر كثافة سكانية. Elle est plus pauvre. والأكثر فقرا. A perdu patience. A perdu patience. إذن أنها فقدت الصبر طبعا a perdu هذا لو verb perdre كاين في الباسي كومبوزي إذن كما نلاحظ عندنا لوكسيليا avoir ثم عندنا لو participe passé الخاص بفعل perdre perdre المقصود بأنك تفقد شيئا أو أنك تخسر مباراة مثلا إذن نتكلم عن لو verb perdre إذن نتكلم عن بنغلاديش هنا الأكثر كثافة سكانية والأكثر فقرا مع تواجد الروهينجا على حدودها a perdu patience يعني أنها فقدت الصبر ثم déjà يعني من قبل depuis le début du mois
منذ بداية الشهر، طبعا نتكلم عن شهر تسعة الذي نحن بصدده، إذن ديجا من قبل. المقصود هنا بأن هذا الأمر تم، المقصود هنا بأن هذا الأمر الذي نحن سنتكلم عنه ديجا، المقصود بأنه تم وحصل بالفعل. ديجا دوبوي لو ديبي دو موا، يعني منذ بداية الشهر، كما قلنا منذ بداية شهر تسعة، لا 3G اي كوبي، لا 3G اي كوبي شاك جور ا 17 اور، يعني ان 3G، تنعرفوا بان 3G هي الكارتة ديال هاد لاكارت سيم، اذا نتكلم عن 3G، لا 3G اي كوبي شاك جور ا 17 اور، يعني ان 3G تقطع كل يوم ا 17 اور، يعني مع الخامسة مساء اي جوسكو والى حدود بيتي ماتان، كما نقول هنا الصباح الصغير، المقصود الصباح الباكر. ديجا دوبوي لو ديبي دو موا لا 3G اي كوبي شاك جور ا 17 اور، يعني ان 3G تقطع كل يومين ا 17 اور مع الخامسة مساء اي جوسكو بيتي ماتان والى حدود، كما لو نقول الصباح الصغير، ولكن المقصود هنا الى حدود الصباح الباكر، المقصود انها تقطع ليلا. دوبوي لو 8 سبتمبر، منذ 8 سبتمبر، دوبوي لو 8 سبتمبر، منذ 8 سبتمبر، لي زوبيراتور، تجي من فعل اوبيري، لي زوبيراتور، يعني ان المشغلين دواف اوسي ريدوير، يعني ان عليهم ايضا ريدوير، ان يقللوا. عندنا لو فيرب ريدوير، يعني انك تنقص من شيء وتقلل منه، عليهم ان يقللوا ماذا؟ لو سينيال موبيل. اذا لي زوبيراتور المشغلون دواف اوسي ريدوير، يعني ان عليهم ايضا تقليل لو سينيال موبيل، اشاره المحمول لو لون دو لا فرونتيير، المقصود على طول الحدود، اذا كما نقول على طول الحد او الحداده، المقصود على طول الحدود، نتكلم على لا فرونتيير كلمه مؤنثه كما قلنا. اذا لي زوبيراتور دواف اوسي ريدوير لو سينيال موبيل لو لون، لو لون يعني على طول، تنتكلموا على لا لونغور يعني الطول، لا لارجور يعني العرض. اذا هنا عندنا لو لون دو لا فرونتيير، كما لو نقول على طول الحدود. افيك ان ارغومون جيريديك تو تروفي، افيك ان ارغومون جيريديك، يعني مع حجه قانونيه، لارغومون المقصود به حجه، جيريديك قانونيه، افيك ان ارغومون جيريديك يعني مع حجه قانونيه، لارغومون المقصود بها حجة، جيريديك المقصود بها قانونية. تو تروفي، هذه سيتين لوكيسيون تقال هكذا، إذا هذه الصيغة تقال هكذا، المقصود بها كولون تروف سون شيرشي، كولون تروف سون شيرشي، يعني التي نجدها بدون أن نبحث، المقصود بأننا نتكلم عن حجة قانونية جاهزة بدون أن نبحث عن الحجج لكي يكون لنا هذا القانون. المقصود أن حجة قانونية جاهزة. إذا ما هي الحجة القانونية الجاهزة؟ il faut une pièce d'identité، يجب أن تكون لك وثائق تعريفية. il faut une pièce d'identité، يجب قطعة تعريف، المقصود يجب أن تكون هناك وثيقة تعريف. pour posséder، لكي تمتلك، هنا الامتلاك، une ligne mobile، لامتلاك خط الهاتف. إذا لكي تكون لك بطاقة سيم يجب أن تكون عندك وثيقة تعريفية. أوغ في حين، أوغ على عكس هذا، داكا ناكورد با لو ستاتي دو غافيجي، داكا أو داكا يعني الكتابتين صحيحتين، إي لا كابيتال يعني هي عاصمة، هي العاصمة، لا بلي غروند فيل هي أكبر مدينة، إي لو سونتر بوليتيك وهو المركز السياسي كولتوريل والثقافي، إي إيكونوميك دي بنغلاديش والاقتصادي لبنغلاديش. إذا نتكلم عن عاصمة اقتصادية وسياسية وثقافية لدولة بنغلاديش، إذا تسمى داكا. إذا فنحن نتكلم عن دولة بنغلاديش بمعنى آخر، ما دامت كل قرارات بنغلاديش تتخذ من هذه المدينة العاصمة السياسية. أوغ في حين، أوغ داكا ناكورد با لو ستاتي دو ريفيجي، كلمة أوغ نأتي بها عندما نريد أن نأتي بجملة معاكسة
عندما نريد أن نأتي بفكرة معاكسة لما قلناه. إذن كما قلنا فيما سبق، il faut une pièce d'identité pour posséder une ligne mobile، يجب أن تكون عندك وثيقة للحصول على خط الهاتف. آه، في حين أو على عكس هذا، داكا، إذن هذه العاصمة n'accorde pas، يعني أن لا تعطي le statut de réfugié، يعني أن لا تعطي وضعية لاجئ. سينونيم يعني الموافقة، سينونيم كما لو نقول التي تعني ماذا؟ de présence durable، يعني أن تعني الوجود المستمر. نتكلم على لا دوغي، لا دوغي يعني المدة. إذا نقول عن شيء بأنه دوغابل، نقول عن شيء بأنه دوغابل يعني أنه يستمر في الوقت. إذا نتكلم هنا على لا بريزونس دوغابل، نتكلم على الوجود المستمر للاجئين. هنا إذا أعطت بنغلاديش للاجئين وضعية لاجئ، فهذا يعني بأنها اعترفت بوجودهم المستمر على حدودها. أوغ داكا ناكورد بالو ستاتي دو ريفيجي سينونيم، والذي يعني إذن هي لا تعطي وضعية لاجئ سينونيم، يعني أنها تساوي ماذا؟ دو بريزونس دورابل، التي تعني التواجد، التي تعني الحضور أو التواجد المستمر. على لا بليبار دي روهينغا، لأكثر الروهينغا، على لا بليبار دي روهينغا، لأغلب الروهينغا، أغيفي دوبوي 2017، الذين وصلوا منذ 2017، الذين وصلوا إلى هذه المنطقة منذ 2017. إذن سينونيم دو بريزونس دورابل على لا بليبار دي روهينغا أغيفي دوبوي 2017. إذا نتكلم عن وضعية اللاجئ، والتي تعني التواجد المستمر لأكثر الروهينغا الواصلين، أغيفي الواصلين، المقصود الذين وصلوا لهذه المنطقة دوبوي منذ 2017، منذ 2017. ثم سنرى كلمة أحد الأشخاص، سيل نوكوب لي تيليكومونيكاسيون، إذا هم قطعوا لنا، سيل نوكوب، إذا هم قطعوا لنا لي تيليكومونيكاسيون، الاتصالات السلكية ولا سلكية، c'est une prison، إنه سجن، à ciel ouvert، c'est une prison، إنه سجن، à ciel ouvert، ذو سماء مفتوح، المقصود أنه سجن مفتوح بمعنى آخر. إذن c'est une prison، à ciel ouvert، فما دام سيقطعوا لنا هذه الاتصالات، فهذا يعني بأننا محاصرون ومقطوعون عن الخارج، ومنقطعون عن الخارج، يعني أننا لا نتلقى أخبار الآخرين البعيدين عنا، ولا هم يستطيعون تلقي أخبارنا. إذن نحن سنقطع عمن في الخارج. إذن نحن هنا في سجن مفتوح. سينوكوب لا تيليكومونيكاسيون سيت اون بريزون ا سييل اوفير، إذا قطعوا لنا الاتصال إنه سجن مفتوح السماء، إنه سجن ذو سماء مفتوحة، المقصود أنه سجن مفتوح. نصوم دي زانيمو دون زانزو، نحن حيوانات في حديقة الحيوانات، لوزو هو حديقة الحيوانات. نصوم دي زانيمو، المقصود أننا أصبحنا كالحيوانات ما دمنا محاصرين في هذه المنطقة، كالحيوانات المحاصرة في الحديقة. لونس محمد نوخيم، يعني أن محمد نوخيم هو الذي قال هاد الكلام. أغيفي أون أكتوبر 2017، الذي وصل في أكتوبر 2017. إجوا، عندنا هنا لوفيرب جويندا، إجوا المقصود أنه اتصل به، باغ تليفون يعني أنه اتصل به عن طريق الهاتف، على فاي دو لانترديكسيون، على فاي دو لانترديكسيون يعني عشية قطع الاتصالات، المقصود لا فاي دو لانترديكسيون. فمثلا إذا كانوا سيقطعون الاتصال يوم الاثنين، فقد اتصل بمحمد عشية يوم الأحد. إذن هذا هو المقصود بلا فاي دو لانترديكسيون، يعني عشية اليوم الذي يسبق يوم قطع الاتصالات. إذن إجوا واتصل به، كما نقول هنا واتصل، باغ تليفون يعني عن طريق الهاتف، على فاي دو لانترديكسيون يعني عشية قطع الاتصالات. دون لي في يعني في الفعل، كما نقول المقصود في الواقع، لامبورتونس دو مارشي النوار او بنغلاديش. دون لي في
يعني في الواقع وفي الفعل. طبعا نحن تكلمنا عن الإجراءات التي تمت وخرجت للوجود، لكن سنرى أرض الواقع دون لي في على الواقع كما نقول أو في الفعل. لامبورتونس دي مارشي نواغ أو بنغلاديش، يعني نتكلم عن أهمية السوق السوداء في بنغلاديش. غوندرا يعني أنها ستجعل ديفيسيل، ستجعل من الصعب إن سيزي دو لانتيغاليتي دي كارت سين. لامبورتونس دي مارشي نواغ أو بنغلاديش، نتكلم عن أهمية السوق السوداء في بنغلاديش. غوندرا ديفيسيل يعني أنها تجعل من الصعب إن سيزي، يعني نتكلم عن التقاط أو قبض بقوة دو لانتيغاليتي دي كارت سين، تجعل من الصعب التقاط كامل بطائق سين. إذن هي ستجعل من الصعب التقاط كل بطاقات سين. إذن نتكلم عن لانتيغاليتي، المقصود لانتيغاليتي دي كارت سين، كما نتكلم عن كامل بطاقات سين. طبعا السوق السوداء ببنغلاديش ستجعل من الصعب التقاط كل هاد البطائق، مي ولكن لا في دون لي كون يعني العيش في المخيمات سانونس انكور بلو كومبليكي. إذا نتكلم عن العيش في المخيمات والذي يبدو أكثر تعقيدا، مي لا في دون لي كون سانونس انكور بلو كومبليكي، ولكن الحياة في المخيمات تبدو أكثر تعقيدا. طبعا في الحياة في هذه المخيمات هي أكثر تعقيدا كما ستذكر الجريدة فيما بعد، لأن هؤلاء اللاجئين لا يستطيعون الابتعاد عن المخيم بسبب الحواجز المنصوبة من طرف الشرطة حول المخيم. تقول الحكومة البنغالية بأن بعض المخدرات أخذت في الانتشار بعد وصول هؤلاء السكان إلى حدودها، كما حدثت مشاكل أدت إلى احتجاجات من طرف فئة من الشعب البنغالي ضد وجود هؤلاء اللاجئين. وكما تصف الجريدة هذا المخيم بأنه أكبر مخيم للاجئين على هذا الكوكب، تقول أيضا بأنه يشتبه في أن السلطات البنغالية ترغب في منع الروهينجا من مواصلة التنظيم والإبلاغ عن خوفهم من العودة إلى بورما. إذا طبعا الحال بهذه الإجراءات التي ذكرنا، فإن الجريدة تقول بأن هذه الإجراءات في الغالب أنها تتم بغرض منع الروهينجا من معرفة ما يحدث خارج هذا المخيم، لأنهم يريدون إعادتهم إلى بورما، وهؤلاء اللاجئين لا يريدون العودة إلى بورما حتى يتمكنوا من معرفة الوضع الحقيقي هناك. طبعا حكومة بنغلاديش ليس في مصلحتها أن يعرف الروهينجا ما يحدث هناك، فبقطع الاتصال عنهم طبعا لن يستطيع الروهينجا معرفة ما يحدث هناك. وكما نلاحظ بأن مأساة الروهينجا هي مأساة تنضاف لمجموع مآسي المسلمين ببعض مناطق العالم، وتشبه إلى حد ما مأساة الإيغور بتركستان الشرقية المحتلة من طرف الصين، والذين بدورهم يعيشون مضايقات واضطهاد لا مثيل له في هذه المنطقة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.